خرجنا من أجل الشرعية الحقيقية وهي شرعية الشعب، تأييدا للمجلس السياسي الأعلى ونبذ الإرهاب ونبذ الخونة والمرتزقة أمثال هادي ومرتزقة الرياض. في هذا الحشد الكبير مدلولا ذات بعد استراتيجي لإرسال رسالة إلى العالم بأن الوطن هو من يمتلك الشرعية وأن الشعب هو من يمتلك الشرعية ومن دونه لا أحد ينافسه على شرعية. تبيعون بأبخس الأثمان هذا الشعب وهذا